بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. يقول رب العزة جل وعلا في كتاب العزيز: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول أيضا جل شأنه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حديثنا بإذن الله تعالى جل وعلا عن طاعون عمواس. وهذا الطاعون كان في عهد الفاروق عمر ابن عمر الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وارضاه، وحدث في مدينة تسمى عمواس بفلسطين، وكان سنة 17 إلى 18 هجرية. هذا الطاعون حصد الآلاف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطاعون كان الفاروق عمر رضوان الله عنه أرضاه قد أرسل أبي عبيدة بن الجراح إلى الشام وإلى فلسطين أو إلى دول الشام يعني، ليغزو هذه الدول ويفتتحها. وكان قائد أو أمير الجيوش الإسلامية في هذا الوقت أبي عبيدة بن الجراح. أرسله الفاروق عمر إلى بلاد الشام، وعندما وصل إلى هذا المكان وهو مدينة عمواس أو قرية عمواس، نزل بها الطاعون. سيدنا عمر بن الخطاب كان قد عزم على أن يذهب إلى الشام، ولكن قبل أن يصل إلى الشام قابله أبو عبيدة بن الجراح أمير الجند ومعه بعض الأمراء، وقالوا له: إن الطاعون قد نزل في الشام، فانظر ماذا ترى. الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه جمع المهاجرين واستشارهم: هل أعود إلى المدينة أم أذهب إلى الشام؟ فاختلفوا في الأمر، ودعا أيضا قال هلم بالأنصار، فاختلفوا مثلما اختلف المهاجرين. ثم قال: عليكم بالأشياخ اللي هم كبار السن يعني العقلاء. فأتوا إليه فأشاروا عليه أن يعود إلى المدينة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون، وإحنا قلنا الطاعون عبارة عن بثر أو انتفاخ في الجلد، بيحدث إن الدم بيروح للأماكن دي، البثرات دي أو النثرات دي بيبقى لونها أزرق أو أخضر أو أسود. بيبدأ الطاعون أول ما بيدخل في جسم الإنسان، ربنا يعافينا كلنا إن شاء الله من هذا الأمر، بيدخل في الأصابع، في الأطراف، في الأيدي، في تحت الأباط، حتى ينتشر في الجسم ويكون مؤلم جدا جدا جدا. يقولون كاللهب، كاللهب يعني زي النار، ما بتنتشر بزي سخونة النار. فطبعا ده مرض معدي ومرض مميت ومرض قاتل. فلما أشار على سيدنا عمر بالرجوع، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قال له: أفرارا من الموت يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، يعني لو واحد غيرك أنت، نفر من قدر الله، من قدر الله إلى قدر الله. احنا بنفرش يا أبو عبيدة من المرض، بس أنا ما دخلتش الأرض دي، لكن أنا بفر من قدر الله إلى قدر آخر أو إلى قدر الله. أنا ما فررتش من أو ما نزلتش الأرض اللي كان فيها الطاعون. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما كانش حاضر الجلسة، وفجأة ظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ويقول أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. يبقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال هذا الحديث
وقال أسامة بن زيد رضي الله عنه حديثا آخر: إذا سمعتم بأن الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإن كنتم بداخلها فلا تخرجوا منها. وده اللي احنا بنسميه النهاردة العزل، أو عزل بعض المناطق، أو عزل بعض القرى، أو عزل بعض المدن. وده مش من النهاردة، ما احنا لو عزلنا قرية يبقى كده بنعزل المرض عن باقي القرى، لو عزلنا مدينة يبقى بنعزل المرض عن باقي المدن. يبقى لو في عزل قرية أو عزل مدينة أو عزل شيء ما نزعلش. لا، ده مش كلام نحن، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اهو، ان العزل ده بيكون سبب رئيسي في ان المرض بيبقى محجم، تحجيم المرض نفسه بيبقى داخل القرية دي، وتتم المعالجة، ويتم توفير السلع ليها، ويتم توفير كل شيء ليها للقرية دي، ويتم توفير المناخ الصحي ليها للقرية برضو دي هي، وكل طلباتها تبقى مجابة، وأكل شرب مرتبات فلوس كل شيء بيبقى متاح ليها، على أساس إن ما فيش حد فيهم يخرج حتى ينتشر المرض خارج في الخارج ويكثر، ولا حد يدخل حتى يعدى بهذا المرض. فسيدنا عمر لما سمع الحديث ده وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وعاد الفاروق عمر، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أن يأتي إليه لأن ليستشيره في بعض الأمور. فسيدنا أبو عبيدة قال: والله ما أراد أمير المؤمنين إلا أن يخرجني من هذا الوباء، يعني عاوز يطلعني من البلد دي. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح قال يعني متأثرا بما فيه الجنود، وحزينا على ما وصل إليه جنود الإسلام والمسلمين، أقسم بالله ألا يخرج من هذا المكان ولا يفضل نفسه عن الجنود التي معه أو عن من أصيبوا بهذا المرض. الطاعون ده امتد، وكان امتداد لطاعون جستنيان، ان الوباء بتاع جستنيان ده ممتد وموجود، وممكن يكون كورونا ده من بسببه برضه طاعون جستنيان. يعني ممكن كورونا، لو الاخوه اللي بيحضروا النهارده وبيقولوا لنا ان احنا بنشوف ادويه ليه ونشوف، لو رجعوا لطاعون جستنيان الاول اللي هو ظهر في سنه 541، لو رجعوا للطاعون ده وشافوا اسبابه ايه والامور دي كلها، ممكن يطلعوا لنا بنتيجه كويسه. انتشر طبعا طاعون عمواس في بلاد الشام. الفاروق عمر ما دخلش بلاد الشام، سيدنا ابو عبيده ما رضيش يخرج، سيدنا معاذ بن جبل اقسم لله سبحانه وتعالى وقال: يا ربي اين نصيب معاذ بن جبل واولاده؟ كما أنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الطاعون شهادة لكل مسلم، فلا تحرمني يا الله من هذه الشهادة. وبالفعل معاذ بن جبل قد أصيب هو وأولاده، وكذلك الصحابة الأجلاء أصيب منهم أكثر من 25,000 صحابي، وقيل من 25 ل 30,000 صحابي ماتوا بسبب هذا الطاعون. وأول ما ظهر الطاعون على سيدنا أبو عبيدة ظهر في أصبعه الخنصر، ظهرت كده هو حتة، يعني زي ما بنقول كده هو إيه، شيء كده نثر منه، يعني زي ما بنسميه كده هو الجلد بتاعه تضخم، نقطة كده ظهرت على جسمه فرآها، فقال: اللهم بارك في القليل حتى يكون كثيرا. وبالفعل انتشر المرض في جسد سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، ومات سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بسبب هذا الطاعون، وكان أميرا للجند. سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا معاوية على أن يخرج سيدنا معاوية بهم إلى الجبال. مش عاوز أفوتكم في إن في حديث يقول فيه: أرسل الفاروق عمر إلى معاوية بأن يخرج، فقال معاوية:
إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه في الجبال. خدوا بالكم معايا. سيدنا عمر فاروق عمر أرسل إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان قال له خد الناس واطلع بيهم في الجبال، لأن الجبال المرض ده ما بينتشرش في الجبال ولكن بينتشر في الأماكن التي يكثر فيها الماء، ولذلك تلاقوا معظم البلدان النهاردة اللي فيها كورونا واللي فيها الأوباء دي معظمها اللي هو بيكثر فيه الماء والمستنقعات. إيطاليا مليانة طبعا زي ما انتوا عارفين، اللي على الساحل واللي على البحر واللي على المحيط واللي واللي، فطبعا ده كله دوا بيكثر فيها الأمراض دي. وديكوا شفتوا أمريكا بتطل على كام من الأنهار والبحار والمحطات، يعني شوفوا الدول دي كلها. سيدنا عمر بن الخطاب نهى المشكلة كلها في كلمتين: خذ الناس واخرج بهم تفرق بهم في الجبال، وإذا ما تفرقوا في الجبال هذا المرض مات. سبحان الله، سيدنا معاوية بن أبي سفيان أخذ بنصيحة الفاروق عمر وقال للناس تفرقوا في الجبال، فإن هذا المرض إذا انتشر يكون كانتشار النار في الهشيم. كل الناس طلعت في الجبال، طلوعهم في الجبال قضى على المرض، ما أصبح هذا المرض مش موجود. ودي كانت من فتنة المسلمين ومن فتنة المؤمن ازاي نداوم. ما هو ما فيش النهارده مصل وما فيش النهارده علاج، ما فيش ما فيش ما فيش ناس هتكتشف زي ما اكتشفوا العلماء النهارده، ولكن الطبيعه هي اللي كان فيها الشفاء. لان كلما جف، يعني النهارده بيقول لك مرض كورونا ما اعرفش، لما الجف الحلق بيجف يبقى المرض بيدخل بيتمكن من الانسان، مع العلم انه شوف سيدنا عمر امرهم بانهم يطلعوا بره الجبال عشان الطاعون، ومعظم الطواعين بتيجي في الاماكن اللي احنا بنتكلم عنها، يا اما في البلاد اللي فيها مستنقعات يا اما البلاد اللي بيكثر فيها الماء، انما المناطق الجبليه بيبقى قليل جدا فيها. وديكم كلكم شايفين اللي بيحدث افريقيا، العدد قليل جدا، بيكثر في بعض المدن المزدحمه، بيكثر في بعض يعني سيدنا عمر حل القضيه كلها في كلمتين اتنين. سيدنا عمر بن الخطاب ما دخلش القريه، مات من الصحابه كالكثيرين في طاعون عمواس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا عز وجل. الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا على فروشنا. يعني دول بيقولوا إخواتنا ماتوا شهداء، ودول بيقولوا إخواتنا برضو ماتوا على الفروش، اللي هم ماتوا بالطاعون واللي هم الشهداء. فربنا بيحكم بالاثنين ويقول: انظروا إلى جراحهم، شوفوا الجراح اللي في دول وشوفوا الجراح اللي في دول، فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم. يعني اللي ماتوا بالطاعون وبالأمراض دي، لو الجروح اللي في الأجساد بتاعتهم زي الجروح اللي في أجساد الذين قتلوا في سبيل الله يبقوا الاتنين شهداء. وهذا ما حدث، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. لذلك الطاعون شهادة لكل مسلم. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا إله إلا الله يبعثه الله على من يشاء. إن الطاعون ده عذاب، ربنا بيبعثه على من يشاء. وجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. يعني لو وقع الطاعون في بلد وصبرت وعرفت أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، تأخذ أجر الشهيد.
المرض اللي عايشين فيه النهاردة كوفيد 19 أو اللي بنسميه النهاردة كورونا 19، عاوزين العزل الصحي أو العزل الاجتماعي، والأمور صعبة جدا، ما تتخيلوش إن الأمور سهلة، لأنه لو واحد عنده المرض ممكن يجلب المرض لألف والألفين والتلات آلاف. وشفتوا قرية المعمدية في الجيزة بسبب اتنين كانوا في فرح واتنين كانوا في عزاء انتشر المرض انتشار رهيب، وفي قرى كتيرة انتشر فيها المرض بسبب وجود واحد وسطيهم أو بينهم ينتشر بسببه المرض. فلو تم عزل مكان مفيش مشكلة إن احنا نعزل المكان ده وأصحاب المكان يصبروا، مش انتوا مسلمين ومؤمنين؟ مش انتوا موحدين؟ إذا وقع مرض مثل هذا في قرية أو في بلد لا يخرجوا منها، وأيضا لا تدخل ولا تطلع. ليه؟ لأن انت مؤمن بربنا، لأن انت عارف بأن هذا قول حق وما ينطق عن الهوى. في نفس الوقت أنا النهاردة بقول لحضراتكم الكلام ده لأن الأمور كل يوم في ازدياد، احنا عاوزين الأمور تبقى ماشية، عاوزين الشغل والأعمال تبقى ماشية زي ما هي، عاوزين أعمال اليومية الناس اللي بيأكلون بالكاد يطلعوا يشوفوا أعمالهم، مش عاوزينهم يصابوا. لو أصيبوا ومكثوا بيوتهم البيت كله هيصيبوا المرض، أي واحد هيروح يسلم عليه هيصيبوا المرض، لو اتكلم مع واحد وطلع رذاذ من بقه او من فمه هيصيب اللي قدامه، لو عطس او اخرج شيء او رذاذ على مكتب او على ترابيزه او على هدوم اي انسان او في وش انسان هيصاب بالمرض. فاحنا النهارده لما نقول في حجر صحي دي حاجه اسمها صحيه، لازم نساعد بلدنا، لازم نقف جنب بلدنا في الاوقات العصيبه دي، لازم نقول حاضر ونعم وطيب عشان نعدي الأزمة دي. أنا فرضت على حضراتكم ملايين ماتوا بالأمراض، مش عاوزين نصل لأن احنا نوصل للمرحلة الثالثة أو غير كده. القيادة السياسية وقيادات البلد كلها سخرت كل المجهود اللي كنتوا، حتى الناس اللي ما عندهمش شغل ربنا هيكرمهم وهياخدوا فلوس، فلوس قليلة ولكن بتساعدهم بعض الشيء. برضه في امور كثيره جدا احنا لازم يعني ناخد بالنا منها، ان اللي اعلى منك شايف اكتر منك، واللي اعلى منك شايف الامور مش بالطريقه اللي انت شايفها، لا شايفها صح. فاحنا نسمع ونطيع لولي الامر، اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول. لو تنازعنا في امر يبقى عندنا كتاب ربنا وعندنا السنة. طب كتاب ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تدخلوا منها، لا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. اللي بيموت بالمرض بالأمراض بيبقى شهيد، الشهداء كتير جدا، المبطون شهيد، واللي بيموت بداء زي كده بيموت مثلا مبطون بيموت شهيد. ما تقوليش بقى ده مسيحي ولا مسلم، يموتون ويبعثون على نياتهم والله أعلم بهم، ملناش دعوة، ما نحكمش إن فلان رايح النار وفلان رايح الجنة، بس إحنا بنقول نساعد البلد ونقف جنب بلدنا ونلزم بيوتنا ونخاف على أولادنا. الوقاية خير من العلاج، لا ضرر ولا ضرار. الأمور صعبة، الأمور صعبة، الأمور صعبة، كل شيء متوفر النهاردة في بلدنا. أمريكا بقى فيها ملايين من الناس اللي ما بيشتغلوش، فيها ملايين النهاردة عواطلية قاعدين في البيوت. دول العالم كلها النهاردة الموتى بتاعتهم مش عارفين يدفنوهم فين. الدول اللي كان معاها فلوس وعاملة نفسها هايلمان وعاملة نفسها إن هي من الدول العظمى النهاردة ما بتسويش شيء. الكمامة النهاردة عندهم أفضل من طيارة، الطيارات ملهاش لازمة ولا الدبابات ولا الصواريخ، وكل اللي عملوه ملوش لازمة، النهاردة أصبحت جهاز التنفس أفضل من طيارة عندهم.
مش عاوزين نوصل للمراحل دي. البلد عاملة احتياطاتها لكل شيء، مصر عاملة احتياطات لكل شيء، مش عاوزين نرهق البلد أكتر من كده. كل إنسان يلزم بيته، الناس كبار السن النهاردة المرض لا بيخلي كبير ولا صغير ولا طفل ولا رضيع ولا أنثى ولا ذكر، بيصيب الكل. فاحنا بنقول عشان حرصا للبلد وحرصا على أنفسنا وبيوتنا وأولادنا، نلزم بيوتنا، نمشي بكمامات عادي، مفيش مشكلة خالص. انت لو مشيت، اللي بيحط كمامة ده اولا هو مش بيحطها عشان ما يتعديش من غيره، لا ده عشان لا يؤذي الاخر. يعني انا بشوف الانسان اللي بيحط، انا بحترمه جدا. ليه؟ لان هو زي المثل بيقول لك ده كافي خير وشره، انا حاطط الكمامة دي علشان انت اللي قدامي ما تتص... لو انا عندي العدوى دي انت اللي قدامي ما تتصابش. فانا بقول لحضراتكم الزاموا البيوت، خلي بالكم من نفسكم من أولادكم، الأمر صعب، الأمر صعب، الأمر صعب، وكل شيء متوفر، كل شيء متوفر، وكفاية إن ربنا مدينا هوا نقي، كفاية إن ربنا مدينا المية بنشربها، كفاية إن ربنا موفر لنا الطعام والشراب والفاكهة والخضار ربنا موفر لنا الكثير، وعندنا احتياطات بتقضينا 6 شهور لقدام، واحنا داخلين على موسم القمح، يعني الامور حلوه طيبه. ما تخافوش على مصر. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حامى مصر وحامي جنود مصر وحامي شعب مصر. اللهم احمينا يا رب من اعدائنا يا رب، وفينا شر البلاء والوباء والداء، اكفنا يا رب شر من لا نطيق شره، اكرمنا في الدنيا وفي الاخره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.